يعني تصدق حتة فراش ملوش لازمة وتكذب بنتك؟ لا، أصدق الدكتور اللي شاف صورة بنتي. والدكتور اللي بيشوف اليوم ألف حالة مركز قوي وقارب بنتك من صورتها، ما يمكن واحدة شبهها. ويمكن هي، ليه لا؟ عشان بنتك حلفت إنها ما خرجتش من المدرسة، والدكتور بتاعك ده ما يعرفش اسمها، وملهاش أبليكيشن في المستشفى. عايز إيه بقى أكتر من كده؟ ولا أنت اتهبلت في مخك خلاص؟ عرفتي بقى إن أنت اللي مطيباتية؟ أنت أب مطيباتي، مش فالحة بس غير في النقورة وطولة اللسان اللي بينقط سكر ده. إلزم حدودك يا فؤاد، وما تنساش نفسك. الله الله، هتقلبيها جد ولا إيه؟ في إيه؟ بس فين يا ستي؟ أنا اللي بقوله بس إنه لما حد يجي يقول لنا حاجة عن عيالنا بالخطورة دي ما نسكتش وندور وراهم. وهندور وراهم إزاي بقى يا أبو العريف؟ نحل اللي فرح، نشوف كاميرات المدرسة، عشان كاميرات الزفت المستوصف ده كانت بايظة. عايز تحلل لفرح عشان تكتئب زيادة وتعمل في روحها حاجة، ولا تروح المدرسة تراجع الكاميرات وتعمل لها فضيحة وتعمل لبنتك سمعة؟ مش مكفيك اللي حصل لها قبل كده؟ ثم أنا مش شاكة ببنتي، بنتي ملهاش في سكة المخدرات خالص. طب ما صاحبتك شهناز كانت بتقول نفس الكلام ده على ابنها لحد ما اتقفش من قفاه هو واصحابه واتحبسوا. اتفضلي يا ماما، اسالي صاحبتي اهي، كلميها واساليها على كل حاجه اللي انت عايزاها عشان تتاكدي من كلامي. يا حبيبتي انا مصدقاكي من غير ما اكلم حد. بس واضح ان بابي مش مصدق ولا ايه؟ يا حبيبه بابي، ما انت برضو بتجننينا، نقعد نتصل بيكي وانت يا تكنسلي يا ما ترديش. ما بردش عشان عامله موبايلي سايلنت عشان انا جوه الكلاس، ايه المشكله بقى؟ لو سمحتي يا ماما اتفضلي، انا عايزاكي تكلميها. اتفضلي. خلاص كلميها وخلاص. الو يا طنط. ايوه يا سالي. انا وفرح ولميس ما خرجناش من المدرسه ولا رحنا مستشفى ولا اي كلام من الهري ده. حضرتك احنا بعد ما خلصنا مدرسه رحنا قعدنا شويه في ستاربكس، بعد كده مامي جت لنا. حضرتك تحبي تساليها؟ لا يا حبيبتي انا مصدقاكي، هو بس اونكل اتخض لما الزفت اللي على البوابه قال له الكلام ده. والله